ما حكم الموائد من الفاكهة والتمر التي توضع في المسجد بعد كل صلاة، وما واجبنا تجاه ذلك؟ إذا كانت توضع للمحتاجين هذا شيء طيب، بشرط أن لا يحصل في المسجد شيء من التأثير أو من البقايا أو القشور أو غير ذلك، ينظف المسجد. إذا كانت توضع للمحتاجين هذا شيء طيب. نعم.